اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا بنفتح كتاب التاريخ عشان نشوف طريق الحياه بالنسبه للمرحله الجايه. وكتاب تاريخ النادي الاهلي مليء بالمواقف وتفاصيل كتيره جدا، بالتاكيد هنبدا بقى في الحديث عنها. طيب استاذ محمد، اللجنه العليا كيف صارت في اجراءات تاسيس ونشاه النادي الاهلي منذ عام 1907؟ طيب احنا اتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتت وقلنا ان احنا هنمشي بخط عرضي في موضوع التاسيس. تمام. التاسيس بالذات هتشرح كتير، على اساس بعد كده هناخد بقى النادي بخط طولي، الرياضه والكره ماشيه ازاي، الفن كان ماشي ازاي، السياسه والناحيه الوطنيه كانت ماشيه ازاي، المواقف التربويه والمبادئ اتنشات ازاي. فالنهارده ان شاء الله ربنا وفقنا ونخلص التاسيس وافتتاح النادي، عشان دي زي ما قلنا قبل كده اخطر مرحله. اللي هتكلم فيه عباره عن نقاط سريعه في المحاضر بتاعت النادي الاهلي لغايه 1909 للافتتاح. تمام. وفي خلالها هنتكلم عن شخصيتين من ابرز الشخصيتين اللي كانوا في المرحله دي. يعني التاسيس كان 1907 والافتتاح 1909 تقريبا سنتين. تمام كده. طيب احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت تعيين محمد افندي شريف كان اول قرار لتعيين اول موظف في تاريخ النادي الاهلي، مدير النادي بالظبط. واحنا قلنا برضو ان هذا الشخص يعتبر بهذا التعيين هو اللي حافظ على سجلات النادي الاهلي، انه كان بيحتفظ بيها كلها كموظف مسؤول. تم تكليف في نفس الجلسة ان اسماعيل سري باشا، وكده كان مهندس، يعمل رسم لبيت النادي، كلاب هاوس كانوا بيسموه كده زمان، مش مبنى اجتماعي، خد بالك. طيب نخش على اللي بعد كده. كان طبعا وتم تكليف برضو عمر بيك لطفي انه يعمل عقد الشركة. في الاجتماع اللي بعده 10 مايو 1907 اتعرض مشروع اللجنة وطلبوا بعض التغيير فيه، مشروع الشركه طلبوا بعض التعديلات فيه. اتعرض عليهم الرسم بتاع البيت وطلبوا طب رسم تاني منه عشان نقدر نشوف ونحسن. ده كله احنا لسه حاجات سريعه في المحضر في 13 يونيو بعدها بشهر. تناقشوا في الرسمين اللي جابهم والمصاريف ورسوا على رسم منهم وقعد التعديل بسيط ونبدا نشتغل. اللي جابهم اسماعيل سري، مش اسماعيل سري باشا، الاثنين. تمام كده. تم إنابة عمر لطفي بيه وكان محامي انه يكون من هو المنوب عن النادي في جميع المنازعات القانونيه. خد بالك انت لسه بتعمل اجتماعات وبتاسس وبتحط اسس من اول اجتماعات. ده موظف، ده اللي هيمسك بالمفهوم الحديث، ده اللي هيعمل بتعمل نظام بالمفهوم الحديث، ده الممثل القانوني للنادي. تمام. يعني ده اللي هو عمل عقد التاسيس وهو الممثل القانوني. اتفضل يا محمد. في نفس الجلسه بقى كان في قرار شويه يعتبر غريب. انت لسه بتاسس، وبعدين هيبقى في فلوس. تمام. هيبقى في مصاريف، هيبقى في حسابات مع البنوك. لا، لازم نتعاقد مع مكتب محاسبه. شوف فكر الناس اللي كانت قاعده دي وقتها. الناس دي كانت بتتعامل مع النادي الاهلي كمشروع من مشروعاتها. دي فكره، بعد اذنك يا محمد، دي فكره الشفافيه او ترانسبيرنسي. في شفافية من البداية، من أول وهلة في شركة محاسبة هتتولى الحسابات، الشفافية ترانسبيرنسي. فأنت لما تيجي تعمل من الأول بتعمل نظام مؤسسي، عشان نرجع تاني للكلام اللي قلناه، أنت بتأسس النادي الأهلي في إطار مشروع كبير لمصر الحديثة اللي بدأت من 1900 في بداية القرن العشرين. فعملته زي أي شركة بتعملها، مسؤول موظف. فتعاقد مع شركة كان ساعتها الشركات شركة محاسبة جديدة في مصر، كان ماسكها كانت اسمها روسل كيريات، ده كان اسكتلندي وجه هنا عمل شركة محاسبة في مصر، مكاتب محاسبة ما كانش فيه لسه الفكرة انتشر، لكن كمان كانت الشركات كلها أجنبية. عقد التأسيس؟ لا، ده مش عقد التأسيس، ده عقد الشركة اللي انت بناء عليه هتشتري أسهم وتاخد العقد ده وتاخد أسهم اللي هي ده عقد شركة التأسيس النادي الأهلي. تمام. عقد الشركة نفسه مش تمام كده. تمام. وبالتالي انت بدأت من اليوم الأول في النادي الأهلي. انا ليه بقول سطور معينة من المحاضر؟ لأنها بتدل على ان الأهلي نشأ بنظام مؤسسي من اليوم الأول لتأسيسه بالظبط. في كل شيء انت بتعمل خطوط عريضة في كل حاجة وبتنفذها وبتتعاقد. يعني تيجي في الاجتماع اللي بعده لو انت تقرا بقى المحاضر تلاقي راح وقعد معاه وقال له انا عايز محتاج ومحتاج، طب اعمل له، هو كمان عايز عقد بالفرنساوي عشان لما يجي يشتغل في المحاكم، كانت المحاكم بتشتغل باغلب الشغل فرنساوي والمحاكم مختلطه، فلازم يكون عندي عقد بالفرنساوي وانا بتعاون مع
النادي الاهلي بيتعاون مع محاكم مدنيه مصريه ومحاكم مختلطه، لو حصل اي نزاع مع حد اجنبي بتضطر. فانت فتخيل انت من اليوم الاول شغال ازاي، عشان كده انا بقول نقط سريعه. تمام، كان القانون بتاعك مستمد من القانون الفرنسي بالظبط، وبالتالي كان كل كل القضايا او كل المكاتبات او كل العرائض الدعوه كل ده كان باللغه الفرنسيه. باللغه الفرنسيه. طيب 18 يوليو 1907 تمت الموافقه على التعديل اللي طلبوه من عمر لطفي في عقد الشركه اللي هو اتعرض من شويه، وطلبوا وخد بالك من الرقم ان يطبعوا 1000 عقد ب 1000 سهم، لان الرقم ده مهم جدا هنجيله بعدين لانه في مشكله في المشكله الماليه للنادي. تمام، ويبدا التوزيع على المعارف والاقارب والدايره المحيطه اللي هم عارفينها يطرحوا 1000 سهم يعني 5000 جنيه، وده كان مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت. هتعرف ان مبلغ كبير جدا لما تعرف ان النادي الاهلي كانت مشكلته كلها في 2000 جنيه. حصل ازمه ماليه في النادي بسبب 2000 جنيه. 2000 جنيه وقتها. فتعرف ان قيمه 5000 جنيه قد ايه. تمام. وفي نفس الوقت بقى بدا طرح الاسهم، وفي نفس الاجتماع ده قررت اللجنه العليا ان يكون ناظر المعارف رئيسا للجمعيه العموميه للنادي. هنا حصلت المغالطه التاريخيه في ان سعد زغلول باشا كان رئيس الجمعيه العموميه. في الوقت ده فعلا كان سعد باشا وزير المعارف. انت قلت ان ناظر المعارف اللي هو وزير المعارف اللي هو ناظر المعارف اللي هو نفس الاسم المسمى، هو رئيس الجمعيه العموميه. فالناس قال لك ده كان سعد زغلول، يبقى كان سعد زغلول هو رئيس الجمعيه العموميه. لا، هي القصه ان انت بتاسس وبتحط اساس وبتعمل اساس للنادي ولسه ما بنيتوش، وبالتالي الجمعيه العموميه اتعملت بعدها بسنين. كان سعد زغلول ساب المنصب، وكان سعد زغلول جه مكانه وزراء معارف تانيين، وبالتالي هي بس في ناس ربطت بين تاريخ القرار ومين اللي كان وزير معارف في ذلك الوقت. تمام، مش اكتر من كده. ده الخلط اللي حصل. هو كان وزير بعد اذنك، هو كان وزير بحكم منصبه. تمام، وكانت الرياضه ايام كانت وزاره المعارف ايامها بتشرف على الرياضه، كان في نشاط رياضي واسع جدا في المدارس. في المدارس وقتها، وبالتالي ما كانش في جهه تقدر تقول ممكن ترعى الرياضه الا هذه الجهه. وبالتالي هنا مغالطه تاريخيه، وتاريخ الرياضه الحقيقه فيه مغالطات كثيره جدا، لانه لم يكتب يعني في احيان كثيره بشكل صحيح، لم يوثق بشكل صحيح. الرياضه كانت في البدايه لم تكن تحظى باهتمام في المنشورات او في الصحف ذلك الوقت، وبالتالي لما تيجي تدرس في المرحله دي يعني متعبه جدا ومجهده جدا لاي باحث عايز يدرس ايه اللي بيحصل. انا عشان اعرف الـ يعني ظروف التاسيس دي ايه، كان لازم اقرا تاريخ مصر في الفتره دي، يعني لازم افتح كتب التاريخ اللي اتكلم عن هذا الزمن، يعني مش 1907 بس، لا قبلها ب 10 سنين 15 سنه الحياه في مصر كان شكلها ايه، الدنيا كان شكلها، نظام التعليم كان شكله ايه، الميزانيات كانت شكلها ايه، السلطه كانت في ايد مين، وبعديه كمان بكام سنه. فانت عشان توصل لمعلومه صغيره ممكن الواحد يقرا كتابين ثلاثه، ومن هنا بقول لك يعني قراءه التاريخ او عشان تفسر حدث من الاحداث او توصل لحقيقه من الحقائق او توصل رقم حقيقي لازم تقرا كتير، ودي مساله مش سهله ومجهده جدا. بس مساله مهمه جدا، لان ده زي ما قال محمد ده جزء من تراثك المهم، تراثك القومي يعني. صح صح، اتفضل. فطبعا زي ما قلنا كده، فاحنا بنصح وقعه تاريخيه. بص، من الممكن جدا نطلع نقول ان سعد زغلول باشا كان رئيس الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ونفخر بهذا الشكل، لكن اقدر اقول بدقه زي ما انا ارفض تماما ان حد يعبث بتاريخ النادي الاهلي ويكتب اي شيء غلط، انا ما ينفعش ان انا افخر بشيء مش موجود، لان العبث بالتاريخ امر سيء جدا وبتسبب في تشتيت ذهن الناس اللي بتتابع تاريخ الاهلي. صح، لازم تاريخ النادي الاهلي يوصل كما هو، مش كما انت تريد. ده فرق كبير جدا، ده فرق في المعنى كمان يفرق كتير. انا عايز ايه، ده موضوع تاني. ده يفرق كتير هنا أوي. هنا المصداقيه، ده مش انتماء وتشجيع فرق. لا لا لا، هنا مش كره فاول. لا هي مش لا فاول. احنا بننتمي، انت بتنتمي اساسا للحقيقه. لان انت بتخاطب ناسك، بتخاطب شعب، فلازم تحترم عقولهم. فانت انت هدفك الاساسي او التارجت بتاعتك وصول حقيقه. الحقائق كانت ايه؟ مش هيبقى يعني جميل بالنسبه لنا ان انت تمحك في سعد زغلول، تقول ان هو رئيس اول جمعيه عموميه، هو مش عارف ايه. سعد زغلول في وقتها
ما كانش بطل قومي يعني ما كانش حاجه كبيره، كان لسه ما ظهرش كبطل. وبالعكس كان في خلاف بينه، وكان في خلافات بينه وبين مصطفى كامل وبين الحركه الوطنيه، وكانوا يعني كانوا بيهاجموه كتير وكده. نجم وبزغ بزغ في ثورة 19 بعديها ب 12 سنه، بعد تاسيس النادي الاهلي ب 12 سنه. فيعني فالتمحك احيانا التمحك في حاجات زي كده يقلل من مش الموضوعيه، بس مش طعن في الموضوعيه لكن بيقلل من قيمه الحدث يعني. المعلومه نفسه التاريخيه اللي بتقول ان سعد باشا زغلول كان اول رئيس للنادي الاهلي، كان اول جمعيه عموميه، رئيس جمعيه عموميه، غير حقيقه، غير صحيح، غير صحيح. هو تم ارسال خطاب لوزاره المعارف ان الموافقه، التقرب بالموافقه على ان يكون وزير المعارف رئيسا للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. تمام، هو جات الموافقه فعلا من وزير المعارف اللي هو كان سعد زغلول. تمام، لكنه لم يكن رئيسا لاي جمعيه عموميه، ما حضرش المقر النادي، لسه ما افتتحتش النادي. انت خدت القرار ده بعدها بكام شهر، كان ساب الوزاره. تمام، انا بس باكد على المعلومه، باكد معاك على المعلومه وتفاصيلها. النادي اللي حين افتتح النادي لم يكن سعد زغلول وزير المعارف، وزير المعارف وقتها. طبعا. فبالتالي هو قعد سنه وزير المعارف بس. وبالتالي دي حته بناكد عليها ليه، زي ما قال الاستاذ سعيد، يجب ان تكون دقيق جدا جدا في التاريخ. التاريخ والارقام ما ينفعش فيهم اي اهواء أي او اتهامات، اي اجتهاد، اي اجتهاد. مظبوط، انت ممكن تربط احداث ببعضها وده وارد، وعلى فكره حتى الربط ده ممكن انا اربطه بطريقه، الاستاذ سعيد يربطه بطريقه تانية، لكن خلي بالك طالما في ورق مكتوب ووثيقه مش هيبقى في اختلاف، مش هيبقى في اختلاف، رايه مختلفه شويه بس.